أعظم المفاتيح المفتاح الثالث، وأنا أوصيكم به جميعا، والله وجدت أثر ذلك حتى يحدثني أحد المشايخ قريب الدكتور عبد العزيز المقحم يتصل بي قال والله إني وجدت أثره في مسألة قامت في كربة فلزمت حسبنا الله ونعم الوكيل وأنا أرسلها لكم وكثير منكم يحفظها يرددها حسبنا الله ونعم الوكيل. في صحيح البخاري موقوف على ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم، فلما قالها إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، جعل الله النار بردا وسلاما. حتى رأيت في التفسير أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي قال له جبريل ألك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم حسبنا الله ونعم الوكيل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم في أحد لما غلب وشج رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت ثنيته وقتل 70 من الصحابة، تصور المشهد، جاء خبر ثاني قالوا قريش خوفوهم خوفوهم قالوا إن تجهزنا بجيش آخر ونريد نهاجمهم، فأخبروا صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فذكر الله هذه القصة العظيمة الشريفة قال الذين قال لهم الناس إن الناس يعني قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. تنبيه، إذا سمعت خبر مزعج خبر مؤسف خبر مقلق توقف حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.